سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي موسى عليه السلام. الحلقة الأولى. اهلا اهلا بالشباب، تفضلوا اهلا بكم. ازيك يا خالتي صفية؟ الحمد لله يا منى، كيف حالك انت؟ كيفكم كلكم يا اولادي؟ الحمد لله كويس. الله يخليك. تسلم يا خالتي صفية. وبالمناسبة دي صديقتي لطيفة الليلة جات معانا عشان تتعرف عليك وكمان تسمع معانا القصة. مرحب بك يا لطيفة يا بنتي. مرحب، شرفت الدار. تفضلي حبيبتي، تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي يا أولادي. كتر خيرك يا خالتي صفية. في الحقيقة أنا سمعت عنك كثير ويشرفني جدا أتعرف عليك. وأنا كمان يا بنتي سعيدة بمعرفتك وبزيارتك دي كمان. بجد يا خالتي صفية مشتاق لك شديد، وزي ما قالت دي بيتك نور. الله يخليك يا ولدي. الله يخليكم انتوا كلكم يا ولادي. انا برضو مشتاق لكم جدا جدا. يلا تفضلوا اقعدوا، تفضلوا. طيب يا خالتي صفية، يعني وبعد اذن باقي الاخوان والاخوات ديل، اي انا الليله عندي رغبه اسمع منك قصه سيدنا موسى عليه السلام بالذات. في اي زول يا جماعه عنده احترام؟ لا ابدا، والله كويس، ما في اي اعتراض. حاضر يا ولادي وحاضر يا عماد، ان شاء الله هحكي لكم قصه سيدنا موسى. اتفضلوا اتفضلوا يا ولادي اقعدوا. شكرا. طبعا يا جماعه، شعب بني اسرائيل عانوا وتعبوا كثير من الاضطهاد والعبوديه في مصر، والله حن عليهم وقرر انه يحتقن من العبوديه، عشان كده رسل لهم نبي عظيم هو سيدنا موسى عليه السلام. يا سلام. وسيدنا موسى هو من ذرية لاوي أخو سيدنا يوسف عليه السلام. أيوة. وسيدنا يوسف وأخوانه وجيله كلهم عاشوا في مصر وماتوا فيها، ولما دخلوا مصر أول مرة كان عددهم 70 شخص بس. يا جماعة طبعا أنا ضيفة ودي أول مرة أحضر معاكم قصة، عشان كده أسمحوا لي بس أسأل سؤال واحد. يا خالتي صفية، نعم، شعب بني إسرائيل ديل هم منو؟ شعب بني إسرائيل ديل يا لطيفة يا بنتي هم من الأمم القديمة، وكان اسمهم العبرانيين برضو. يا جماعة، بعد سنين طويلة من وفاة سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا موسى اتولد، ولكن قبل ولادته كان في فرعون جديد استلم الحكم، والملك ده ما كان مقدر عظمة سيدنا يوسف ودوره في تاريخ مصر أبدا، عشان كده اضطهاد وإذلال شعب بني إسرائيل بدأ في الفترة دي، لأنه الملك ده قال لمستشاريه: يا جماعة انتوا زي ما شايفين انه ناس بني اسرائيل ديل بيجوا اكتر مننا، وعشان ما يزيدوا اكتر من كده نحنا لازم نضغطهم ونتعامل معهم بحزم، لانهم لو استمروا بالطريقه دي هيكون عددهم كبير جدا، واذا قامت اي حرب هم هيقفوا ضدنا وحينضموا للاعداء ويحاربونا، والبلد هتخرب وهم هيمشوا منها، ونحنا ما حنلقى عمال يقوموا لنا باعمال الزراعه والاعمال الشاقه. وعشان كده فرعون سلط بعض الناس من المصريين وعينوا المشرفين سخرة على شعب بني إسرائيل، والمصريين ديل زلوا بني إسرائيل وسخروهم للأعمال الشاقة، واستخدموهم في بناء مدينتين عملهم فرعون مستودعات للتخزين، والمدينتين ديل كان اسمهم فيثوم ورعمسيس. ولكن كل من المصريين زلوا بني إسرائيل كانوا بني إسرائيل بيكتروا وعددهم كان بيزيد وينتشروا في البلد، عشان كده المصريين خافوا منهم جدا وسخروهم عبيد بدون أي رحمة في الأعمال الشاقة،
بالطوب والطين والزراعة وأي عمل تاني. ولما ده كله فشل في أنه يوقف الزيادة في عدد بني إسرائيل، فرعون رسل للدايات العبرينيات الاثنين اللي هم الشفرة وفوعة. يا حارس يا حارس. نعم يا مولاي. نادلين الدايات ديل فوعة وشفرة. حاضر يا مولاي حاضر. يا شفرة يا فوعة، أنا عاوزكن تراقبوا لي نسوان بني إسرائيل ديل، ولما تولدوهم تكتلوا أولادهم الأولاد بطريقة سرية وتخلوا البنات، مفهوم؟ يا جلالة الملك سمعا وطاعة. يا جلالة الملك سمعا وطاعة. أمرك يا مولاي. أمرك يا مولاي. تفضلوا. لكن لأن الدايات ديل كانوا بخافون الله ما نفذ أمر الملك بكتل الأولاد، والملك لما عرف إنه الدايات ما كتلن الأولاد غضب عليهم جدا ورسل ليهم وقال ليهم: يا دايات أما عجيبة، أنتوا بتعصوا أمري؟ ما قتلتوا الأولاد ليه؟ يا جلالة الملك العظيم، نحن نكون شنو بالنسبة لك عشان نحصى أوامرك؟ فعلا يا مولاي نحن نسوى شنو بالنسبة لمقامك، بس جلالتك أسمح لنا نوضح لك إنه نسوان بني إسرائيل ما زي المصريات، هن قويات وبلدن بسهولة، الواحدة منا ينبتلت قبال وصول الداية. وعشان الدايات الاثنين ما كترن الأولاد حسب أمر فرعون، شعب بني إسرائيل كتروا وعددهم زاد. أيوة عشان كده. ولأن الدايات ديل خافن الله، الله سبحانه وتعالى أكرمن ورزق كل واحدة منهم بأطفال ووهبن حياة سعيدة. يا سلام. أيوة طبعا. وفرعون أمر شعبه كله وقال لي مستشارينه: يا مستشارين. نعم نعم يا مولاي. كلامي ده موجه لكل المصريين. نعم. ولازم يطبق بحزم. طبعا لازم. أنا بأمر بإنه كل ولد بيتولد للعبرانيين لازم يترمي في النيل عشان يغرق ويموت، الأولاد بس، البنات ما ترموهم، مفهوم؟ حاضر يا جلالة الملك. نحن حنعلن أمرك، حنعلنه لكل الشعب فورا. وفي نفس الزمن ده كانت في مرة من قبيلة لاوي اللي هي واحدة من قبائل بني إسرائيل. المرة دي كانت متزوجة رجل برضو من نفس قبيلتها، وكان عندها منه بنت وولد، وبرضو الله رزق منه بولد تاني. هالمرة دي شافت إنه ولده حلو ولطيف وخافت عليه، عشان كده دسته لمدة 3 شهور عشان المصريين ما يلقوه ويرموه في النيل ويموت. وبعد ذاك شافت إنها ما حتقدر تدسه أكتر من كده، وجابت ليها سبت مصنوع من نبات البردي وقفلت فتحاته بالزفت والقطران عشان الموية ما تدخل جواه، ووضعت الطفل فيه وخطت السبت ده بين نبات في طرف الموية. أخت الطفل واسمها مريم كانت واقفة على الشاطئ وبتراغب من بعيد عشان تشوف اللي حيحصل ليه وشنو. وبعد شوية بنت فرعون نزلت في النيل عشان تستحمى، ووصيفاتها كانت معاها، كانوا بيتمشوا على الشاطئ. بنت فرعون شافت السبت ورسلت واحدة من وصيفاتها ديل عشان تجيبوا ليها، والوصيفة جابت السبت وأدته لبنت فرعون. بنت فرعون طوالي فتحته ولقت الطفل جواه بيبكي. أيوة قلوب رقة وحنت عليه وقالت: حلاهاتو أشاف على الحلواني ده أكيد من أولاد العبرانيين. وفي اللحظة دي مريم أخت الطفل جات لي بنت فرعون وقالت ليها: مولاتي الأميرة، إذا كنت عايزة مرة ترضي على الطفل ده أنا حامشي أجيب لك واحدة من العبرانيات. أيوة أمشي جيبي لي واحدة منهم، أمشي هسا. والبيت فعلا مشت وجابت أم الطفل اللي هي أمه. أم الطفل لما جات
وقفت قدام بيت فرعون وانحنت لها باحترام، وبيت فرعون قالت لها: شوفي يا ولية، أنا عايزاك تشيلي الولد ده معاك ترضعيه وتربيه، وأنا حعمل لك ما هي كويس؟ والمرة المؤجرة اللي هي أم الطفل طبعاً فرحت فرحة مكتومة وشالت الطفل وبقت ترضعه وتحتني بيه. طبعاً لما كبر شوية فطمته ورجعته لبيت فرعون، وبيت فرعون اتبنته وسمته موسى لأنها نجته من الغرق. ومرت الأيام وموسى كبر، وفي يوم من الأيام قام ومشى لأهل العبرانيين وشاف شغل السخرة اللي بيشغلوهم ليه المصريين. وفي مرة كمان شاف واحد من المصريين بيضرب في واحد عبراني، اتلفت حوله وعين كويس، لما ما لقى إنه في زول شايفه ضرب المصري وقتله ودفنه في الرمل. في اليوم الثاني للحادث ده برضو لقى ليه اتنين من العبرانيين متشاكلين، وقال للغلطان: يا زول انت ليه بتضرب في واحد عبراني زيك؟ انت دخلك شنو؟ انت جابوك قاضي؟ الليلة كمان عايز تقتلني زي ما قتلت المصري بتاع امبارح؟ انا امرت كشف، عشان كده انا لازم اشوف لي الطريقة واهرب من البلد دي. وفرعون سمع بالموضوع ده وحاول يقبض على موسى ويقتله، لكن موسى هرب لمدين، وهي بلد بتقع شرق خليج العقبة حاليا. العقبة دي؟ ولما وصلها قعد جنبير موجودة هناك. اها وبعدين؟ لا يا جماعة خلاص، القصة دي طويلة جدا بالمناسبة، عشان كذا لا 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 ما قصرت، انا حاسيها عليكم على اجزاء لغاية ما تخلص. الليلة ده كان الجزء الاول، وباذن الله في المرة الجاية حنواصل. ايه رايكم؟ تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.